بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزهران، على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم آمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق، ولسه مكملين مع قصص القرآن، ولا زال الحديث موصولا بنا حول قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا السلام. نقرأ مع بعض الآيات الكريمات المباركات. يقول مولانا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. هذه الآيات الكريمات البينات في سورة سيدنا يوسف تحكي لنا ما كان من أمر سيدنا يوسف بعدما ألقي في الجب في البئر. إخوة سيدنا يوسف جاءوا بدم كذب، يعني وضعوا دم على قميص يوسف، وجاءوا إلى أبيهم إلى سيدنا يعقوب، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، كنا بنتسابق بنجري مع بعض، وتركنا يوسف عند متاعنا، خلينا يوسف عند المتاع، عند المتاع وعند الأغراض التابعة لنا، ولما عدنا وجدنا أن الذئب أكله وما بقي منه شيء إلا هذا القميص. القميص ده بتاع يوسف، هو اللي تبقى من يوسف، وزي ما انت شايف أكله الذئب وآثار الدم على هذا القميص. رد سيدنا يعقوب وقال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ده اللي انتوا بتقولوه ده كذب وافتراء، واخترعتم هذا من تلقاء أنفسكم، وهذا لم يحدث. لأن احنا لو نذكر قبل كده قلنا إن سيدنا يعقوب قال لهم إيه: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. فهم حطوا موضوع الذئب ده في رؤوسهم وجعلوه فكرة من الأفكار. احنا نرجع لأبونا ونقول له: يا أبانا ده يوسف أكله الذئب وهذه آثار الدم على قميص يوسف. فسيدنا يعقوب قال: لا، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، الكلام ده كلام كذب وافتراء. طب هتعمل إيه يا يعقوب؟ شوف بقى الكلمة اللي قالها سيدنا يعقوب: فصبر جميل. يعني إيه صبر جميل؟ ما كان ممكن يقول سأصبر على هذا الأمر، إنما فصبر جميل. الصبر الجميل هو الصبر دون جزع، دون سخط، إن الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره، ليعطيك الله على قدره، أنت بس اصبر وارضى بما قسمه الله جل وعلا. فسيدنا يعقوب رضي بقضاء الله وقدره وصبر على هذا الابتلاء، ابتلاء صعب، ابنه الصغير المحبب إلى قلبه الذي له مكانة في قلبه ذهب به إخوته ولم يعودوا به، ويدعون أن الذئب أكله، وهذه الدماء المتبقية على قميصه المتلطخة بالقميص هي المتبقية
من آثار يوسف. طبعا أشياء لا يصدقها العقل، وسيدنا يعقوب ده نبي، ربنا يلهمه الرشد والصواب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، يستعين بالله جل وعلا على هذا الابتلاء.